متابعينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة أوريون ماروك. دائما معكم في متابعة المشاريع الجديدة. اليوم غنشوفوا البروجي ديال كازا أونفا اللي تابع لعمالة الحي الحسني واللي جا في موقع مطار أونفا سابقا. المساحة الإجمالية تقدر بحوالي 350 هكتار. مجموعة من الشركات العقارية كتقوم بتطوير المواقع السكنية ومنطقة الأعمال، واللي من المنتظر أن تحتضن 100 ألف نسمة. كما العادة ما تنسوش دعم القناة بجيم واشتراك.